السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الوجود الأمريكي في العراق وتناقض تصريحات ومواقف الإطار التنسيقي. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم من أجل إرسال رسائلكم النصية. تثير العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات العراق المتعاقبة بعد 2003 كثيرا من التساؤلات بشأن طبيعتها وأهدافها الحقيقية. ويرى المراقبون أن الولايات المتحدة التي جاءت بعد أو جاءت بهذه الأحزاب وسلمتها حكم العراق تحافظ على مصالحها عن طريق دعم وتقوية الأحزاب التي تحكم البلد منذ 20 سنة ولا تزال. ورغم ذلك إلا أن التصريحات التي تطلقها أحزاب الإطار التنسيقي والشعارات المعادية للوجود الأمريكي في العراق واعتباره احتلالا رغم كونه السبب في وصولهم للسلطة يطرح الكثير من التساؤلات بشأن حقيقة هذه التصريحات والشعارات، طبعا إذا ما قورنت بالمواقف والسياسات المتبعة على أرض الواقع. فيا ترى ما طبيعة العلاقة بين الأمريكيين وحكومات بغداد المتعاقبة؟ وهل تمثل أحزاب الإطار التنسيقي أي تهديد للوجود الأمريكي في العراق؟ شاركونا أجوبتكم مشاهدينا الكرام على هذه التساؤلات. دعونا الآن نتابع هذا التقرير الذي يبين طبيعة الموقف من قبل الإطار التنسيقي من الوجود الأمريكي في العراق، وما هو ما هي تصرفاتهم وما هي سياساتهم كذلك تجاه هذا الوجود الأمريكي في العراق. لنشاهد. عقود من الجعجعة بالمقاومة والممانعة لم يرى منها طحن إلى اليوم، ويبدو أنه لن يرى منها من محور إيران الذي حول قضية فلسطين إلى شعار يتاجر به لتحقيق مصالحه وغاياته في المنطقة، وها هو اليوم يحاول استغلال الهجوم على غزة لتحقيق ذات الغرض. لم يصدر أي رد فعل من الحكومات والميليشيات التي تصنف نفسها على أنها محور ممانعة رافض للهيمنة الغربية وساعي لتحرير القدس. فهذا الناطق باسم حكومة الإطار التنسيقي يقول إن إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد من شأنه تدمير العراق بسبب الأهمية الدولية للوجود الأمريكي في العراق على حد تعبيره. ما أعتقد راح يبقى أكو شخص بالعراق، لأن الوجود الغربي عموما الآن موجود بناء على وجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود التحالف الدولي اللي طمئنهم هم باعتبارهم محميين. ويظهر أن جميع القوى الموالية لإيران متفقة على ذات النهج، فرقعات إعلامية دون أي فعل على الأرض، التزاما بدعوة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائد للميليشيات الولائية في العراق بعدم التصعيد ضد إسرائيل وأمريكا بحسب ما كشف عنه معهد دول الخليج العربي في واشنطن. النائب عن الائتلاف المالكي محمد الزيادي دعا إلى ما سماه كظم الغضب بشأن ما يجري في المنطقة وعدم التهور، وذلك ردا على دعوة مقتدى الصدر إلى غلق السفارة الأمريكية في بغداد، دعوة رآها مراقبون مزايدة مكشوفة واستغلالا للفرصة بهدف إحراج خصومه السياسيين، ما حدا بالمقرب من الإطار التنسيقي جبار المعموري إلى مهاجمة الصدر واعتبار تصريحاته محاولة للسيطرة على المنطقة الخضراء مرة أخرى. فإذا غلقت السفارة الأمريكية تغلق السفارات الأخرى، وسوف تغادر السفارات وتبقى بغداد وحكومة مشلولة، وسوف تسقط ويأتي سيد مقتدى ويدخل الخضراء مرة أخرى ويذبح فيها الغزلان والبعران. صراع على المصالح ومتاجرة بالدماء، هذا ما تعودت عليه الميليشيات التي سبق لها أن اقتحمت السفارة الأمريكية بعد استهداف فصائل تابعة لها على الحدود مع سوريا، لكنها اليوم تحسب حساب العواقب ولا تريد أن تفرط بزمام السلطة التي تتشبث به مهما كان الثمن. مشاهدينا الكرام، نرحب بالدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور قحطان. أهلا بك، حياك الله، حيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. بداية دكتور، منذ عام 2003 إلى اليوم لا ينفك العراقيون من طرح سؤال يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق، ويقولون بأنه هل يعقل بأن الولايات المتحدة التي جاءت بهذه الأحزاب
تواجه اليوم مشكلة البقاء والوجود والاستمرار في العراق من قبل نفس الأحزاب. هل هذه الأحزاب الموجودة اليوم الإطار التنسيقي جادة بعملية طرد الولايات المتحدة من العراق وتهديد وجودها؟ أكرر ترحابك أخي العزيز. عام 2003 معروف للجميع هو غزو انجلوساكسون صهيوني بإدارة أمريكا، أزاحت نظام وطني معروف بمواقفة ضد الكيان الصهيوني وضد الوجود الأمريكي في المنطقة. وبالتالي هيمنت على العراق بإزاحة ذلك النظام بالاستعانة بالقوى السياسية الفاعلة حاليا. وبالتالي لا فصيل من الفصائل الذين هم الآن في الساحة بعيدون عن العلاقة الإيجابية مع أمريكا. ولكن في طبيعة حال تطور الأحداث حقيقة هو أن هناك طرفان في العراق تمكن من العراق هما أمريكا وإيران. بالتأكيد الطرف الثالث كان الصهيوني، ولكن بالوجه أمريكا وإيران. هالطرفان يتصارعان فيما بينهم، ليس خلاف كبير حقيقي بقدر ما هنا يسمى في العلم السياسية تنافس تصارعي أو صراع تنافسي، كما يحصل بين فرنسا وبين أمريكا كلاهما غرب، وكما يحصل بين اليابان وبين أمريكا وكلاهما غرب على مواضيع معينة بذاتها. الخلاف الآن بين أمريكا وإيران هي من يتمكن ويسيطر على العراق، لأن بسيطرة العراق يسيطر على المنطقة ويحرك المنطقة بالتوجه الذي يرى. إيران الآن سيطرت، وذلك أمريكا الآن تريد أن تغير قواعد اللعبة انطلاقا من ضعاف الوجود الإيراني في العراق. يعني دكتور، هذه العلاقة التي نتحدث عنها الآن ما بين الولايات المتحدة وما بين الجانب الإيراني، كيف يمكن أن توصف بالتحديد؟ هل هي يعني عداء؟ هل هو تبادل منافع مصالح؟ يعني بأي إطار يمكن أن توضع؟ على المدى البعيد لا خلاف أمريكي إيراني نهائيا، ولا حتى خلاف إيراني مع كيان الصهيوني. ودائما نقول إيران جيت هي دليل قاطع على العلاقة ما بين الكيان الصهيوني وإيران وأمريكا. هذا عن فضيحة فضحت عام 86، عمل مشترك أمني اقتصادي أمريكي صهيوني إيراني. إذن لا خلاف، ولكن في بعض الدول حتى قلنا المعسكر الواحد كالغربي أو كذا، يحصل هناك تنافس على بعض القضايا وصراعات جانبية، كما قلت كما يحصل بين فرنسا وبين أمريكا على موضوع الفولاذ. الإيران سيطرت على العراق وأصبحت فعالة في المنطقة، دعمت روسيا والصين، أصبح هناك خطرا يوجس في المدرك الأمريكي من تنامي الفاعلية الأمريكية الروسية الصينية عبر أطراف فاعلة كإيران. إيران الآن أصبحت في ترتيبات أمريكا جزء فعال في التنافس الدولي ما بين روسيا والصين من جهة وأمريكا. لابد أن تحتوي إيران. احتواء إيران يكمل فين؟ يكمل بالسيطرة على فاعلية إيران بالعراق. لذلك تلجأ أمريكا إلى قطع الأطراف الفاعلة الفصائل المسلحة الموالية إلى إيران لكي تضعف الجانب الإيراني في العراق كما تضعفه سياسيا لاحقا. إذن هو خلاف على ترتيبات معينة. إذا ما اتفقت أمريكا وإيران بأي صيغة معينة، هذه الفصائل تكون طبع للقرار الإيراني وليس تملك رأي خاص بها ثابت في التوجهات. إذن هي عملية سياسية لمصالح معينة بين أمريكا وبين إيران، وليس بين هذه الفصائل التي تدعي المعارضة تارة وتدعي الإمولات تارة وتدعي الشبك حضن مع حضن مع الأمريكان. ولا ننسى أن الاتفاقية الأمريكية الإيرانية هو صنعها زعيم ما يسمى الآن الإطار وفخور بها، وبالتالي هو إنجاز كان يرى فيها. إذن هذه المجاميع لا تملك قرار معين بقدر ما تملك جانب تنفيذي. يعني عندما نتحدث عن أي شيء يتعلق بالعلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، يعني هنا نكون بشكل أدق نتحدث عن العلاقة الإيرانية الأمريكية، باعتبار أن من في العراق هم فاقدون للقرار وللسيادة. بالتحديد الزعيم الإيراني قال إيران ليست في إيران فقط، إيران أصبحت الآن في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، وإشارة إلى سيطرة هذه الفصائل المسلحة على قرار في المناطق. والآن وضع عراقي واضح يقول أن قرار السياسي والأمني في العراق هو بيد الفصائل المسلحة وليس بيد جهة أخرى. هذه الفصائل تأتمر أمرة كاملة بالإرادة
الإيرانية عندما تقول وهذا ما يقودنا دكتور إلى نقطة التهديد الحقيقي والصريح للمصالح الأمريكية في العراق. هل هناك جدية من قبل ميليشيات الإطار التنسيقي بتهديد الوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية، خاصة في ظل هذا القصف الذي نراه بين حين وحين للقواعد الأمريكية الموجودة في العراق؟ إذا تتابع بشكل عام نشوف هناك تذبذب ما بين المواقف، تارة تتصعد العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية وتارة تخفض. إذا وضعت أمامك طبيعة العلاقات الإيرانية الأمريكية في حوار موضوع النووي، في حوار موضوع الدولار، في حوار موضوع حصار اقتصادي الأمريكي على إيران، نرى أكو علاقة كبيرة ما بين التصعيد لهذه الفصائل باستهداف إلى الأماكن الأمريكية وبين التخفيض حسب طبيعة الحوار ما بين أمريكا وبين إيران. هذا حالة. حالة أخرى، عندما كان هناك مقاومة حقيقية عراقية وطنية ضد الوجود الأمريكي مباشر عسكري وضد الغزو، كانت هذه الفصائل إلى جانب الجهات الرسمية التي تابعت الفصائل أو الجهات الوطنية المقاومة، وبالتالي إلى جانب الأمريكيين. نعم، إلى جانب الولايات المتحدة. نعم، عندما كان العراقي قاتل الأمريكا، عندما كان الأمريكا كقوة عسكرية موجودة. نعم، مع بداية الغزو. نعم، وحتى بعض الفصائل التي ادعت انها مقاومه حقيقه لا ننكر وجودها الى حد معين، جماعه الصدريين كانوا ايجابيين الى حد معين مع ارجاننا في الفلوجه. نعم، بعض الفصائل المسلحه كانت بالضبط من هذا الفصيل، ودين ما زال بعض الصدريين الذين قاموا الاحتلال ما زالوا موقوفين. هذا الالتباس، هذا الخلط الاوراق هو المشكله الكبيره في الجانب العراقي. اذا ليس هناك موقف بقدر ما هناك مواقف تستجيب إلى طبيعة الحوار الأمريكي الإيراني. طيب، تسمح لي دكتور قحطان أرجع لحضرتك بعد لحظات، نستمع لرأي السيد عدنان من ألمانيا. تفضل يا عدنان، حياك الله. حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا قناتنا المباركة. الرأي أنه هذه الأعمال التي يقوم بها يعني البعض أو الميليشيات هي طبعا بموافقة أمريكا، يعني حتى يبيضوا وجه النظام في العراق. أي أعمال بالضبط؟ يعني هذه ما استهداف الدوريات أو القواعد الأمريكية في العراق. أنا لا أظن على أنها هذه الأعمال هي يعني حقيقية وجهادية، بل إنها فقط لتثبيت النظام في العراق الذي جاء به الأمريكان أنفسهم. والحكومة العراقية لا تتحرك إلا بإعاز من أمريكا وإيران. فيعني هذه الأشياء هي فقط أقول أنها اللعبة. طيب، سؤالي لك. نعم، أنه بناء على أي شيء بنيت هذا التحليل أو هذا الرأي، أو على أي شيء استندت أنه اللي تقوم بهذه الميليشيات في العراق هو بربما بدفعة أمريكية، بموافقة، بدعم أمريكي لهكذا خطوات تجمل صورة هذه الميليشيات؟ لأنها النتيجة هي تثبت ذلك. يعني هذا لا يؤذي الأمريكان أو وجودهم فعليا، وإنما هي كما قلنا على أنها فقط لتبييض الوجوه، على أنه يقوم أن هنالك في النظام العراقي والحكومة العراقية من هو ضد الأمريكان. يعني أنا وكثير من إخواننا هنا في الخارج لا نصدق هذه الألاعيب، إنها ألاعيب وليست يعني عملا حقيقيا لإيذاء الأمريكان أو تغيير أي شيء. نعم، شكرا جزيلا سيد عدنان، كنت معنا من ألمانيا. أرجع لدكتور قحطان الخفاجي مرة ثانية. دكتور قحطان، عدنان يقول بأن ما تقوم به هذه الميليشيات هو ربما يعني ربما الولايات المتحدة تقف خلف هذه التحركات. يعني أمر غريب ممكن إلى تفسير من حضرتك، أنه أضربوا هاي القواعد أو مسموح لكم بضرب مناطق معينة ضمن هذه التواجدات الأمريكية في العراق من أجل تحسين صورتكم وإيصال رسالة أنه أنتم فعلا تستهدفون الوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية. هل تتفق مع هكذا طرح أم أن للقصة أو للموضوع رأي آخر؟ مع احتراماتي رأي الأخ عدنان، أنا لا أرى
توافق لدي مع ما ذهب إليه، ليس لأنه أزكي الفصائل المسلحة، الفصائل المسلحة الميليشيات هي ولائية لقوى خارجية تريد في العراق شرا أكثر ما تريد أمريكا شرا بالعراق، ولكن كواقع حال حجم المصادمات ما بين الطرفين يشير إلى أن هناك شيء غير الذي وصفه الأخ العزيز، مثلا استهداف شخصية مهمة أساسية لوسليماني والمهندس، هذا من الحشد وهذا من الجانب الإيراني. ثم عملية الرد، شو نقطة أساسية أنه هيبة أمريكا قد لا تسمح لأن يتم استهدافها من فصائل مسلحة صغيرة، ولكن وجود فصائل مسلحة هكذا فصائل ولائية لم تكن أمريكا معارضة لنشأتها، ليس لدعم لها ولكن لإذكاء حالة الصراعات البينية داخل المجتمع العراقي. هذا فصيل سني مسلح، ذلك فصيل شيعي مسلح، فصيل شيعي ضد السني والشيعي ضد الشيعي والسني ضد السني، وبالتالي ما يسمى بالفوضى الخلاقة هي التي تستمر لكي تنجح أمريكا في بلورة حالة معينة لم تتبلور بعد إلا بوجود معطيات. ولكن يقول سيد عدنان دكتور قحطان أنه لم يكن هناك أي ضرر حقيقي من هذه الهجمات. نعم، ضرر عسكري لم يكن حقيقا كواقع حال، يعني حتى رد الإيراني على مستوى دولة إيرانية كانت رد خجول، بل كان رد مهزلة، ولكن تبقى عملية هيبة أمريكا بهذا الحجم وبهذا الفعل لداخل الأمريكي مهم لديها. أي عندما يكون، نتذكر كل زي عندما ادعت أنها سوف يلقى أو يتلقى العراقيون بالحضان الأمريكي عندما يحررون بلدهم بالورود، الصورة كانت مغايرة تماما، لذلك عجلت في إخراجهم أو في تقييد نسبة وجودهم بالمنطقة أو كان سلبية عليهم. لذلك لا أعتقد أمريكا تجازف في موضوع هيبتها في المنطقة لأن هيبة بهذا الحجم تجاوزات حول تجاوزات، ولكن أقول دائما أقول أنه مسألة انعكاس إلى حالة الصراع أو التنافس أو التوافق ما بين أمريكا وبين إيران. الآن أمريكا وإيران في حالة تقاطع، في حالة عدم توافق. أما هل الموضوع غزة وما يحدث في فلسطين أم هناك قضية أخرى؟ لا لا، بالتأكيد قبل ذلك، يعني تذكر أن عملية إنزال الجيش الأمريكي في المنطقة بين العراق وبين سوريا سبق هذا الموضوع، والتصعيد سبق هذا الموضوع. قد يكون غزة سبب الأسباب تحرك الأمور بهذا الاتجاه أو تلك، تستغلها إيران بشكل بآخر، ولكن لا أعتقد أن هي أساسا غزة. ولكن أقول هذا لا يعني أن العراق وفلسطين ليس حالة واحدة، لا، العراق وفلسطين حالة واحدة، الخصم يدرك ذلك جيدا، ولكن معطيات الحالة أمريكا أنزلت قواتها في المنطقة، وسعت وجودها العسكري، برجاتها قبل أن تبدأ صفحة الطوفان الأقصى التي هي مع التقدير عندي وعند كل إنسان إن شاء الله ناصح يتمنى يقوم فعل إيجابي. ولكن هكذا قضايا تستغل من الجانب الإيراني وكذلك من الجانب الموجود في العراق لتجميل الصورة. بالتأكيد، وهذا إيران تسعى إلى أن تكون هي جزء من ترتيبها على أساس أنها هي التي داعمة أساسية إلى الجانب الإيراني الفلسطيني. أنا دائما أشخص منذ قبل، وحتى وأوصلت بعض الرسائل لبعض الشخوص المؤثرين في حماس وفي جماعة حزب الله، قلت لهم نصا أي عملية ضد الكيان الصهيوني باسم مذهبي أو ديني أو كذا رغبة صهيونية أكثر من رغبة عربية، لأن إيران إسرائيل تتمنى الكيان الصهيوني أن يكون الصراع إسلامي أو مذهبي أو طائفي، حتى تقول أن كذبتها من وجودها كدين مضطهد تكون صحيحة. نتمنى أن تكون القتال فلسطين دولة عربية، دولة ضد الوجود الصهيوني المنحاز. إيران تستغل بالتأكيد العملية، ذلك تدعي على أنها هي الجادة في هذا الموضوع، ولكن حقيقة الأمر لا، إيران مع الكيان الصهيوني غير مختلفان. نعم، طيب اسمح لي دكتور قحطان دقيقتين وارجع لحضرتك، نسمع رأي السيد أبو زينب من نجف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا هاي الكذبة الكبرى مع غزة وما غزة هي بدفع إيراني، والدليل بالدليل هو الأسلحة اللي الصواريخ اللي طهم إياه لحماس والطائرات المسيرة،
فهاي فرصة ماسية مو ذهبية لإيران أن تضعف المنطقة أكثر. يعني إلها الآن أذرع كثيرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ذني كلهن دمرتهن ماليا اقتصاديا كذا. بعدين إذا هي تتباكى نعم. على بس القدس، نقطة حتى أفهمها منك، وصفك بالبداية ما يحدث في فلسطين من وجهة نظرك هو كذبة وتمثيلية تقوم بها أو دور تقوم به حركة حماس؟ لا، دور هو لإيران. يعني إيران تتحرك حماس؟ نعم، إيران تتحرك دليل الصواريخ مو حبا بفلسطين. أنا فاهم عليك. خايفين على فلسطين اسمح لي، إذا خايفين على فلسطين ويردون يطردون الكيان الصهيوني، هم جادين ودولة عربية ودولة مسلمة، ليش ما يطلعون من إمارة الأحواز اللي قتلوا شيخها وأميرها الشيخ خزعل الكعبي؟ طيب بس حتى لا نتوسع بالفكرة سيد أبو زينب. أنا عندي سؤال. بالي إيران العفو الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الإطار التنسيق اليوم علاقتهم غريبة شوية، يعني دا نحاول نفهم طبيعة هاي العلاقة. من باب الحكومة دا تتعاون بشكل طبيعي ويا الأمريكان، من باب ثاني الميليشيات تهدد الوجود الأمريكي بالشعارات والتصريحات وتصف الولايات المتحدة بالاحتلال، وهم نفسهم اللي الولايات المتحدة هي نفسها اللي جاءت بها الأحزاب. أريد تفسير منك أو رأيك بهذه العلاقة، شلون توصفها؟ ما أنا أقول لك، هي كلها خداع في خداع. هم لولا أمريكا من جاب هاي الأحزاب وخلاها وتشكيلاتها؟ هم دولة في زمن النظام السابق منو كان بهم يقدر يجرؤ أن يرفع رأسه؟ كلهم ضامين رؤوسهم بالتراب مثل النعامة، وأدبارهم تعصف بها الريح. هسه صار كلهم أبطال وشجعان وزين، وقلت لك إذا هي إيران جادة ليش تقطع المي على العراق، خاصة الشيعة؟ هم يقولوا إحنا شيعة وكذا. وخلي رجعون عربستان لأهلها. شكرا أبو زينب من النجف، وصلت الفكرة. بس ما نريد إحنا نطلع برا الموضوع. دكتور قحطان، حكومة الإطار التنسيقي خرجت بمحمد الشيع السوداني كخلاصة ونتيجة للتوافق والمحاصصة، وتدعم هذا الشخص بكل ما لديها. محمد الشيع السوداني الآن بحسب ما نرى هو كثير اللقاءات بالجانب الأمريكي، لديه تعامل إيجابي معهم مع الأمريكان، ويبدو أن هناك علاقة جيدة ما بين حكومة السوداني وما بين الجانب الأمريكي. يعني كيف تفسر هذه التناقضات ما بين الإطار التنسيقي بميليشياته الذي يعلن العداء لأمريكا ويقول هذا احتلال، وما بين محمد الشيع السوداني الذي يتخذها حليفة؟ لأن الإطار ذاته هو صناعة أمريكية، والجهة المتنفذة في الإطار هو مالكي، ومالكي من أشخاص الذين أعطى الولاء كامل للأمريكان، ومعروف هو الصور موجودة مليان الواتساب والفيس بلقاءات مع إدارة الأمريكية، بوش وغير بوش وكذا. وبالتالي هذا السوداني ليس خارج عن هذا الاتجاه العام. الشيء الآخر، السودان هو حريص جدا، كل حرص على أن يحظى بتأييد أو باعتراف أمريكي. لحد الآن أمريكا تنظر إلى الحكومة السودانية في ريبة من تشكيلها، باعتبارها لم تحظى بالأغلبية اللازمة لآراء الناس، ولذلك لم نرى أبدا أي مسؤول أمريكي وصل العراق قبل غزة إلا لا يتجاوز الوكيل وزير ما دخل العراق نهائيا، كله وكيل وزير وما دون، لأن الحكومة الأمريكية تنظر بعين صغيرة جدا إلى حكومة السوداني. حكومة السوداني أيضا متذبذبة حقيقة الأمر، من بين عندما ألقى خطاب متميز حقيقة في المؤتمر القاهرة، المهزلة الذي هو ركوع وليس القضية الفلسطينية ونصر لها، مع هذا كان خطاب مميز، ولكن سرعان ما كان المندوب العراقي بالأمم المتحدة يصوت لصالح كان الصهيوني في قرار مفروض يكون رأي آخر. امتنع ثم عدل التصويت. نعم عدل التصويت بعدما أصبح هناك آراء كذا. على كل صحيح. الكلام أنه هذا تذبذب، يعني أن هناك إرادة أخرى
تحكم إرادة الظاهرة للسوداني تجعل يتذبذب في علاقته مع أمريكا. أمريكا أنا في رأيي الشخصي هي حاسبة حساب أن يجب أن يكون هناك تغييرا معين في الاتجاه العام للسلوك العراقي. من دون ذلك لا أعتقد أمريكا تكون هادئة، لأن المسألة العراق أصبح دور فعال عن طريق إيران، أقصدك نبيه. لذلك يجب أن يحتوى الفصائل المسلحة، يجب أن تحتوى التوجه العام السياسي، ويجب أن يكون هناك إدارة عراقية قريبة إلى الأمريكان ثم هي إيران. لذلك أعتقد الأمور تذهب بالاتجاه الأسوأ في العلاقات الغير إيجابية مع الجانب. طبعاً دكتور، الأمريكان أعلنوها صراحة، قالوا ليست هناك أي خطة لمغادرة العراق. أنتوني بلينكين عندما زار العراق مؤخرا بعد 24 ساعة من زيارته سافر محمد الشيع السوداني إلى إيران. يعني أليس من الغريب في هكذا توقيتات وبهذه السرعة أن تتم هذه الرحلة من العراق إلى إيران عن طريق السوداني بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي؟ يعني هل تعتقد بأنه وسيط؟ هل تلعب حكومة السوداني دور وسيط مثلا أو مرسال كما يصح الوصف؟ بدءاً أمريكا لم تخرج من العراق نهائياً عام 2011، ما زالت أمريكا هي الدولة المحتلة للعراق بدون استثناء. نعم. والذي يقول غير ذلك لا يفقه من السياسة شيئاً. الواقع الحالي يشير إلى ذلك. أما أن نعم محمد جي بلينكين وقال لن نخرج، هو لن يخرج أبداً. لم تأتي أمريكا بأساطيلها بفرصة سانحة، قال على نيكسون كيسنجر فرصة سانحة حذرهم من عدم استغلالها واستغلوها واحتلوا العراق. لا يمكن أن ينسحبوا نهائيا. الذهاب المباشر بعد اللقاء مع بلينكين للسوداني إلى طهران يعطي دليل كبير للمتابع على أن الزيارة لها علاقة بإملاءات أمريكية، وأنا أتوقع أنه جاء لكي يعطي إملاءات حصرا. وحتى ارتداء الدرع إلى حد معين قد يبدو هو لحماية ذاته، شيء طبيعي، ولكن رسالة أنه هو في ساحة قتال، أنه هو مرتدي ملابس قتال في ساحة قتال. لكن هذه اللقطات وإن كانت صغيرة دكتور، عذرا للمقاطعة، لكنها تخدم ميليشيات الإطار. هم يروجون لأنفسهم ويصدرون أنفسهم على أنهم يمثلون تهديدا حقيقيا، وبالتالي يأتي الوزير الأمريكي مرتديا الدرع خوفا على حياته من بطش فصائل المقاومة كما يصفون أنفسهم. يعني وكأنه أمريكا تقدم هدايا لهؤلاء. لا، هم يخدعونهم بهكذا الحال. في رأيي الشخصي هي رسالة أمريكية أكثر ما هي قرأت من جانب الفصائل المسلحة. أنا لا أزكي الفصائل المسلحة، الفصائل المسلحة حالة خاطئة في العراق. أما لدينا في العراق دولة ولها جيش ولها شرطة، وأما نحن غير دولة، دولة داخل دولة داخل دولة داخل دولة. فالوضع العراق وضع هش وغير صحيح للمرة. ولكن المجيء أن يرتدي هو هذه البدلة دلالة أيضا دلالة أنه هو داخل معركة، وبالتالي ليست غريبة عليه. هو يعرف جيدا أن الفصائل مهددة والتصريحات تستمر على ما يحلو لهم من تصريحات دون. ولكن واقع الحال إلى أي مدى سوف يكونون مؤثرين على الجانب الأمريكي؟ في تصوراتنا المتواضعة أنهم لم يكونوا قادرين على شيء معين باتجاه أمريكا. طيب. أمريكا تحاول أن تحتوي هذا المجاميع بنفس طويل، لا تستعجل، لأن لا تريد أن تقتل أمريكيا واحدا، وبالتالي قد يصعب الحالة في داخل الإدارة الأمريكية. لذلك تضغط باتجاه، الضغط عليهم، الضرب عن بعد، متابعتهم. وأعتقد الأمور الأيام الجاية تتصعد بحالة عمليات عسكرية أكثر. أرجع لك دكتور بعد لحظات إذا تسمح لي. ويانا السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا أقول هو العراق كله بيد الميليشيات وبيد الحشد. زين، هذا وزير الخارجية من يدخل إلى العراق ولابس سترة ضد الرصاص وقائية، يعني معناته العراق ما بي أمان. زين، أنتوا جبتوا لنا دول الميليشيات 90 فصيل إرهابي واحتليتوا البلد. زين، أنتوا يا أمريكان، يعني هذا أكبر اعتراف، هذا فشل بديمقراطيتكم المزعومة اسم الديمقراطية. هذا فشل ذريع. بعدين أنتم ما تقدرون عليهم، أنتم معقولة ما تندلون مكاناتهم، ما تندلون مقراتهم؟ أنا برأيي هاي كلها يعني
مسرحيه بين الميليشيات وبين الامريكان. ذاك اليوم رايح لي الايران، هذا السوداني طبعا هو رئيس الميليشيات وحزب الدعوه طبعا معروف، رايح للايران ياخذ اوامر من اسياده اللي بايران. يعني ما اعرف، هاي مسرحيه يقول لك تضربونا شويه، ضربوا السفاره، ضربوا القواعد عين الاسد وغير عين الاسد. يعني امس ضربوا مطار اربيل هذول الميليشيات. زين هاي الامريكان معقوله ما تقدر عليهم؟ معقوله يعني اخي؟ هاي المسرحيه بعد ما تطلع على العقلاء وعلى الناس اللي الاحرار. ما اعرف، انا برايي هاي ميليشيات عصابات يعني مشتغله ويا الامريكان وحتى ويا اسرائيل وايران. طيب. لدمار العراق ونهب العراق ونهب ثروات العراق وقتل الشعب العراقي. شكرا جزيلا سيد ابو علي من لندن. دكتور قحطان، حنناقش بعد شويه ما ذكر السيد ابو علي، لكن اكو نقطه مقتضى الصدر بالاحداث اللي صارت بفلسطين المحتله وغزه، خرج بدعوات لاغلاق السفاره الامريكيه في العراق. طبعا في هذه اللحظه خرجت شخصيات من الإطار التنسيقي انبرت رفضا لهذه الفكرة، لا تعلم يعني ربما تكون من مبدأ معاداة الصدر بأفكاره، وهناك من يفسرها لا يعني أنه خوفا على تأثرهم في حال فعلا أقدمت جهات في العراق على هكذا خطوة. وحتى بل بدأ البعض يقول لمقتدى الصدر عن طريق آلة إعلامية تابعة للإطار التنسيقي، إذا كنت ترغب بغلق السفارة فاذهب أنت وأنصارك، يعني لماذا تدفعنا إلى هذا الاتجاه؟ طبعا القيادي بالإطار التنسيقي علي الفتلاوي بهذه النقطة يقول بأنه الإطار التنسيقي لديه تحفظات وتقاطعات مع الولايات المتحدة كقوة احتلال عسكرية، لكن هو ليس ضد أي بعثة دبلوماسية. السؤال، لماذا كانوا سابقا يقصفون السفارة الأمريكية إذن الإطار التنسيقي وهذه الميليشيات، ولماذا اليوم أصبحوا يطالبون بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية؟ بالتأكيد هي شيء أساسي لديهم، ولعل مجرد الانتماء المذهب الطائفي لجماعة معينة وتخندقها طائفيا هو ازدواجية في الانتماء للإسلام، لأن الإسلام دين توحيد وتجزئة متقاطعة مع الإسلام، إذا ازدواجية سيدة الموقف لديهم. شيء آخر، هذه قلت هذا زعيم الإطار هو الذي اتفق ووافق كثيرا مع الإدارة الأمريكية، وهو الذي وضع خطة أو الاتفاق الاستراتيجي الأمريكي الإيراني. هذه الدعوات أنا لا أعطي لها بعد وطني كاملة بقدر ما هي عملية تخوف شخصي من حراك الصدر. الصدر الآن أصبح في خانة، وإن كان ضمن الخط العام للشيعي لكن أصبح ضد نوعي للمجموعة الفعالة الشيعية، وبالتالي المجموعة الفعالة متمكن الآن من الشان العراقي الشيعية تخشى الحراك الشيعي الضد النوعي اللي هو يمثل الصدر. الصدر له قاعدة كبيرة جماهيرية، قد يعتقدون أن هذا السلوك يعطي الصدر حراك أكبر ودل على أنه ضد الاحتلال الأمريكي، وإذا ما نفذت العملية يصبح هو في الصدارة، وبالتالي هؤلاء يكونون بعيدين عن الواجهة. الشيء الآخر، قد يكون أيضا المنطقة الخضراء أو الغبراء بالأصح بعد خروج الإدارة الأمريكية من هالمكان تكون مستباحة لمن لديه قوة يدخل كما هي معروف يدخلون، وبالتالي تصبح هناك قوة قد تكون شيعية صدرية تأتي للسيطرة على المنطقة الغبراء، وبالتالي تغير الترتيب السياسي. هذه التخوفات كثيرة، هم دائما ازدواجيين الآراء والأفكار، لذلك لا نعول كثيرا ولكن نتابع ازدواجيتهم حتى نعرف اي توجهاتهم. طيب لماذا 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 قل القصف بل اختفى، توقف القصف الذي كان يستهدف السفاره الامريكيه بين حين واخر؟ ما هو هذا المشكله الثانيه، لانهم قد يخشون على الاداره على الترتيب في داخل السفاره، اذا سرادها انسحبت السفاره بمعنى اكثر من مجرد سحب سفاره، هي لا تنسحب، اذا تنسحب الى اربيل لا تنسحب نهائيا من العراق ابدا، ولكن انسحبت من بغداد يعني احتمال تنسحب دول اخرى، احتمال يصير ضغوط على الدولار، احتمال يصير ضغوط على القضايا الامنيه المشتركه بين العراق وبين امريكا وفق الاطار الاستراتيجي او الاتفاقيه الاستراتيجيه، هذه كلها تبعيات، هذه التبعيات
سيشعر به الجماعات المسيطرة على الإدارة العراقية خطرا أكبر، لذلك هم يذهبون بهذا التفكير وهذا الإدراك. نحن نقول دائما لا نقول عما يقولون بقدر ما يقولون يدلل على حالة نفسية المرتبكة في داخلهم، لذلك الارتباك واضح والأمور تشير إلى هناك خسارة كبيرة لهذه المجاميع. طيب دكتور، يعني الإطار التنسيقي هو التشكيلات المسلحة التي يمتلكها الميليشيات هي جزء من ما يسمى بالحشد الشعبي الذي اعترف به قانونيا وأقر في عام 2016 برلمانيا وأصبح تابعا للقائد العام للقوات المسلحة. عندما تحدث أي محاججة أو نقاش تلجأ هذه الميليشيات وقياداتها دائما إلى قولهم بأنهم يتبعون القائد العام للقوات المسلحة وتحت إمرته، لكن عندما تحدث هذه الضربات والاستهدافات للمصالح الأمريكية كقواعد أو غيرها يقولون نحن نتخذ قرارنا بشكل منفصل عن حكومة السوداني، كالتصريح الذي خرج به عضو الإطار التنسيقي والقيادي بتيار الحكمة. يقول أحد القيادات بتيار الحكمة، يقول خيار فصائل المقاومة العراقية بحسب نصه في التصعيد ضد القوات الأمريكية يأتي بمعزل عن حكومة السوداني. طيب كيف بمعزل وهي تابعة للقائد العام للقوات المسلحة؟ وفي هكذا حالات، يعني وفي هكذا حالات هل يحاسب السوداني أم تحاسب هي بشكل منفصل؟ هو السوداني كان فعلا رئيس وزراء بمعنى الكلمة التي معروفة بالدول العالم، ما سمح إلى قوة أخرى غير موجودة في الساحة العراقية، وهذه ليس السوداني فقط لكي نكون دقيقين، السوداني هو تكملة إلى سلسلة رؤساء وزراء من ذات النبع، وذات النبع السيء وليس الإيجابي، قد النبع كلمة لطيفة لا، ولكن من ذات النتانة. نقول هذه المجاميع دلت على التجربة على أنها فعلا أقوى من الدولة. نتذكر جميعا كيف دخلت فصيل من الفصائل إلى منطقة الغبراء وأخرجوا مطلوب للعدالة من بيت رئيس الوزراء الكاظمي، وضعوا صوته في القاع وداسوه بالأقدام. فليس هناك رأي للرئيس القائد المسلحة للفصائل المسلحة نهائيا، وإذا يقول هكذا هو غير دقيق أقل تقدير، ودليل على ذلك أنه يعملون الاستعراضات بخاصة بهم كيفما يشغلون ومتى يشاءون، استعراضات كما يشاءون، التنقلات التحركات كما يشاءون. وتحدى رئيس الوزراء أن ينقل جندي واحد من فصيل مسلح إلى فصيل آخر. طيب ما تفسير دكتور قحطان، ما تفسير اتخاذ السوداني خطوة بعد قصف بعض القواعد الأمريكية في العراق ردا على ما يحدث في فلسطين، هكذا روجتها الميليشيات، طالب بملاحقة من قاموا بهذا الاستهداف؟ وطبعا ضجت المواقع والجهات التي تتبع الإطار التنسيقي بالردود تجاه هكذا خطوة، لكن ما تفسير هكذا خطوة؟ الخطوة حقيقة كرئيس وزراء صحيحة. لماذا؟ لأنه رئيس وزراء ومسؤول عن الحركات العسكرية والأمنية. الجانب الأمريكي حسب ما تدعي الحكومة أنهم ضيوف لدينا، وبالتالي ينبغي حماية الضيوف أقل تقدير كخبراء كما يدعي وليس يدعون. إذا نعم يجب أن يقوم بهكذا إجراء، ولكن هو أعتقد لا يتجاوز فقط الإعلان، لا يقوى على أن يحاسب شخص قام بهذه العملية ولو جيء باسمه وجيء بشخصه. سيأخذ له تحية ويعود إلى مكانه مرة ثانية. ولكن أعتقد هذا التسويق المحلي لرسالة إلى أمريكا لأنه لا يوافق على هذه الأعمال، ولكن تستمر الأعمال هذه لأن الإرادة للفصائل المسلحة أقوى من إرادة السوداني. طيب هناك أيضا قضية نود أن نناقشها دكتور مع حضرتك، تتعلق بما ذكر السيد أبو علي من لندن قبل قليل، وقال بأنه بلينكين عندما جاء إلى العراق ويرتدي هذه السترة الواقية ربما تؤكد أيضا غياب الأمن وتؤكد فشل النموذج الأمريكي في العراق، فلماذا إذن الولايات المتحدة لا تتدخل في سبيل معالجة أخطائها، الكوارث التي أنتجتها نتيجة هذا الغزو؟ بالتأكيد أمريكا هي أخطأت واعترف بشكل بآخر المسؤولين الأمريكان، ولكن في رأينا كمتابعين أمريكا حققت نقطة أساسيتين في العراق. هالنقطتين اكتفت بها وتكتفي بها. أول نقطة هو إنهاء وجود قوة عسكرية فعالة عراقية تؤثر أمنيا في المنطقة ويحسب لها حساب. العراق خارج الحسابات الأمنية نهائيا. النقطة الثانية النفض
النفط الآن أصبح بيد الشركات الأجنبية، وبالتالي أمريكا ليست معنية كثيرا بالعراق إن كان في حالة متردية بهذه الحالة أو أكثر. ولكن قلنا قبل قليل أن استفادة إيران من وجودها بالعراق وتفعيل القدرات العراقية لخدمة إيران ضد مصالح أمريكية هو الذي يجعل أمريكا تفكر في ترتيب معين العراق. أما العراق إذا يقود زيد أو عمر ويذهب إلى 60 هاوية أكثر من الهاوية اللي أمريكا لا تهتز لها شعرة، لأنها ليس معنية بقدر نقطة الأساسيتين هي أن القوة العراقية خارج الخدمة والنفط بيت الشركات الأجنبية. طيب سؤال الأخير لحضرتك يتعلق بالاتفاقية الأمنية اللي كان بطلها نوري المالكي اللي يدعو الآن أو يصدر نفسه ممن طردوا الاحتلال ويصدر نفسه على أنه زعيم المقاومة. الاتفاقية الأمنية بغض النظر عن بنودها لكن فيها فقرة تتيح للولايات المتحدة التدخل في العراق عسكريا متى ما شاءت بحسب ما تراه مناسبا، وهذا طبعا اللي دفع حيدر العبادي بال2014 للجوء إلى أمريكا لاستجلابها من أجل مقاتلة داعش، وكان لولا هذا البند لما استطاعت الولايات المتحدة ربما التدخل، لكن المالكي أعطاهم بابا مفتوحا للمستقبل، فكيف إذن بهم اليوم يدعون مقارعة الاحتلال ومقاومة الاحتلال ومن هذه الشعارات؟ أولا أنهم كذابون بالتأكيد، لذلك يقولون ما يقولون. نعم الاتفاقية الأمنية هي إذلال كاملة، والاتفاقية الوحيدة التي تقول بين اتفاقية العالم إدراك مشترك أمريكي عراقي للقضايا الأمنية في المنطقة. إدراك مشترك كيف يكون إلا أن هناك توافق كامل؟ التوافق غير موجود بالتكافؤ إذا هناك تبعية كاملة. إذا العراق تابع إرادة الأمريكية، واحد اثنين الوجود الأمريكي في العراق لم تأتي أمريكا لكي تخرج، وبالتالي موضوع الأمن وبقاء حالة الأمن الإقليمي هو دلالة على بقاء أي بقاء الأبدي لأمريكا. لذلك المالكي الذي ادعى الآن هو بطل المقاومة أو يشير المقاومة أو كذا هو واحد من الذين افتخر بكونه جزء من الاحتلال وقبل أيادي للرئيس الأمريكي بوش وغير بوش، وبالتالي افتخر أيضا حتى في هذه الاتفاقية الأمنية وقال إنجاز كبير وهي حقيقة ليس إنجاز كبير. إذن هو ازدواجية، هي كلام للتسويق لكي تخرج الأمور. أعود وأكرر، إذا ما توافقت أمريكا مع إيران الأمر يتغير والسلوك يتغير والأقوات تتغير. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا نسمع رأي السيد أبو علي من واسط ويانا يعني. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. مساء الكريم، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء النور، حياك الله. بس لتذكير أستاذي، بالنسبة للاتفاقية اللي عقدها المالكي كان أهم بند بالنسبة لحكومة المالكي هو أنه أمريكا ملزمة بالحفاظ على النظام كما يسمى الديمقراطي في العراق. أساسا الاتفاقية هي لحماية النظام الموجود الحالي الموجود في العراق. أما بالنسبة لمقاومة ما مقاومة، فالكلام إحنا بالعراق للأسف الشعب العراقي ما وصل للوعي اللي يحاسب على التصريحات. التصريحات يعني ما حد يحاسب عليها. أنت شايف إيش ما حكى وقالوا إحنا اللي سوينا، وإحنا واحد يطلع من يعني من الأبواق مالتهم يقول إحنا أساسا لولا إيران إحنا اليوم ما قاعدين ببغداد. يعني ما ينسى حتى ما ينسب الفضل للعراقيين اللي ضحوا بدمائهم الموجودين داخل العراق بقاء العراقيين يعني بدولتهم. ويعني تخيل شخص يقول لولا ايران احنا ما باقين، يعني شنو هذا يعني هذا على مستوى افراد بعض الافراد داخل المجتمع هم يحكمون على مستوى بعض الافراد داخل المجتمع تقصد؟ هو اساسي يتكلم عن ما يسمى بالمقاومه. نعم هو يتكلم عن المقاومه. هم انا عندي سؤال، ابو سيد ابو علي، هو اساس انه اسمعني لو سمحت أبو علي، الميليشيات الموجودة في العراق جماعة الإطار التنسيقي يقولون ودائما يقولون الفضل فيما حدث للعراق من انتصار على داعش ومن إنقاذنا من الإرهاب هو للإيرانيين. طيب ليش ما عندهم نفس الولاء ونفس يعني نفس هاي هذا الامتنان للأمريكان اللي جابوكم لحكم العراق، اللي سلموكم العراق على طبق من ذهب؟ يعني انتوا ليش اصحاب يعني امتنان واصحاب
يعني ما تنسون للإيرانيين مثل ما تقولون، ما ننسى لكم فضلكم وجميلكم علينا، وليش تنكرون عن الأمريكيين أنه جابوكم للحكم وسلموكم السلطة وقواكم عسكريا وخليوكم تتحكمون باقتصاد وسياسة وأمن العراق؟ شلون ناكرين جميل العد انتم؟ هو هذا اللي قاعد يعني مثل ما يقولون اللي يغير فكر الامريكان، يقول انا جبتك وانا اعطيتك حكم بالسلطه، اليوم تقول لي انت اطلع وخلي ايران تدخل. هم طبعا هم عندهم الفكر هذا، انه هذا العداء يعني العداء احنا نسميه عداء الكذب، يعني بين امريكا وبين ايران انهم متعادين بالاساس. هذا بس اعلامي طبعا، فهم اساسا تابعين لايران، تابعين لإيران، ويدرون أنه إيران ما راح تتخلى عنهم، بس للأسف هم مخدوعين، مثل ما إيران تخلت عن حماس، تخلى عن حزب الله همينة، وراح تتخلى عنهم هم. طيب سؤال أوجهه هناك لين جميل، بس هم ناس مو وطنيين، ما عندهم ولاء لوطنهم. سؤال أوجهه لهم عن طريقك سيد أبو علي، أريد منك طبعا إجابة. ربما نفهم أنه السبب ببقاء أعداد كبيرة من المقاومة العراقية التي قاتلت الأمريكان في بداية الاحتلال بالسجون موجودين اليوم بتهمة الإرهاب. ليش ذول اللي موجودين اليوم أحزاب الإطار التنسيقي اللي يقولون إحنا مقاومة، ليش ما يطلعون إخوانهم المقاومة أيضا، تمام، اللي موجودين واللي قاتلوا الأمريكان؟ لو هاي مقاومة وهاي مقاومة، هي مو المفروض مقاومة واحدة، والمفروض ذول يكرمون لأن قاتلوا الاحتلال؟ ليش بعدهم بالسجون بتهمة إرهاب؟ لا يعني هم يعني استغرب من يعني هم من يقولون الامريكان هم احتلال، استغرب من عندهم. يعني اليوم البرلمان بيد الاطار التنسيقي، نعم، وعنده قرار ضد الامريكان. ليش ما يفعل الاطار التنسيقي هذا؟ وهذول المقاومه اللي قاوموا الامريكان، يعني خلينا نقول المقاومه الحقيقيه الموجوده طبعا بالعراق. حقيقيه، لانه ماكو مقارنه، ماكو مقارنه، هم مو وطنيين، هم ما عندهم ولاء للوطن. نعم. هم مو وطنيين، فلذلك هو يكره هذا المقاوم، ان هذا يدافع عن العراق، بس هو ما يدافع عن العراق يدعي بالمقاومه، هو يدافع عن سلطه، يدافع عن مال، يدافع عن الدجاجه اللي تبيض له ذهب، اللي هو السرقه الموجوده في العراق اليوم. لكن المقاومه موجوده وان شاء الله العراق موجودين. شكرا جزيلا ابو علي من واسط، اشكرك للمشاركه. بهذا مشاهدينا الكرام اصل واياكم الى ختام حلقتنا لهذا الاسبوع، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعه والى اللقاء.